مجموعة ألوان وموديلات مختلفة من فرشات الزواج وتشكيلة رائعة من الستائر الشامو، بالإضافة للمجموعة الرائعة أيضا من الديباجات واللحافات والبطانيات. وأيضا يوجد لدينا ملتزمات منزلية وأجهزة كهربائية وزجاجيات، كل هذا موجود في شركة سفير الرافدين. العنوان: البصرة العشار، شارع الداكير، مقابل علا والحديد. رمضان كريم على كل أحبتنا وناسنا، وحلقة جديدة من برنامج دقلات 2، وضيفنا لهذه الحلقة الفنان الرائد المبدع صباح الخياط. أكيد صباح الخياط راح يشوفون سوى صباح الخياط، خلينا نروح نشوف صباح الخياط. تحية طيبة لكم أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة الديار الفضائية، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي. بصراحة ضيفنا لهذه الحلقة فنان مبدع عاصر جيليا، قدم أجمل وأروع الأغاني. ضيفنا لهذه الحلقة المتألق صباح الخياط، حياك الله حبيب قلبي أستاذ رسلان الغالي. أنت يعني الأستاذ، أنا أخجل من قل الأستاذ والله. لا أنت أستاذ، أستاذ بأخلاقك بعملك بطيبتك ما قدمته. أنا أشكركم جدا على الاستضافة، وأشكر قناة الديار ايضا هذه القناه الرائعه السباقه بتقديم كل ما هو جديد. راح ترافقني بتقديم الحلقه المتالقه الفنانه الشامله امان علاء. احلى اماني، اهلا وسهلا بك استاذ. اول شيء نمسي على متابعينا ومشاهدينا. استاذ صباح شو تبوا علي هيك؟ انا حتى ما بعت علي هيك مقدمتك. مو حلوه حلوه شيء حلو كان شفيه. مسا عليك رسلان، وان شاء الله يكون حوار حلو ان شاء الله، وخفيف ظل علينا وخفيف ان شاء الله. امسيه حار حتى شويه من الظل، شويه دف، وتكون هاي الامسيه دافيه ان شاء الله. لا هي اكيد راح تصير حلوه بوجودكم. بوجودك طبعا. طب بس بوجود امان استاذ صباح. انت استلمها بعد. حياك الله مره ثانيه استاذ صباح. استاذ صباح، اني من اشد المعجبين باغانيك واعمالك، وانت اضافه حقيقيه لكل مكان تتواجد فيه. أني أشكرك جدا، بس تعرف أنا أول ما قعدت وهذا يعني كنت أصور الموضوع قبل سويناه كاميرا خفية، كنت أصور كاميرا خفية؟ لا لا ما كان أنا هالشكل يعني، كل ما شفته أتذكر. أنا جبت ذاك اليوم بلقاء همين قال يحلف بيه، قلت لعمي أنا بعد ما أسوي مقالب مو انكشفت. انكشفت بعد شلون أسوي مقالب؟ لا أنا إيش تدري بي أنا أشتغل كاميرات خفية؟ لا أنا كسل يسوون بيه. لا هو لا هو أنا يعني متأكد مو كاميرا خفية، بس أنا يعني كل ما أشوفه أتذكر ذاك الموقف. أستاذ صباح، عندك ألبوم مال أغاني السابقة كل اندمجتهن بأغنية واحدة، حدثنا عن هذا العمل. هو بصراحة مو كلهن يعني، هنا ذني مجرد 6 أغاني. هذه الأغاني رواع بعد عندنا رواع هواي أو المحببات. أنت الخير والبركة. الله يسلمك. فإحنا سوينا هذا الكوكتيل الغاية من عند توثيق الأغاني، لأن أكو البعض يعني ما يعرفون هذه الأغاني هي اللي صباح الخيار. من غنى هاي الأغاني؟ وغنوها أنت من 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 نذكر اسمها. إيه. راح تعرفها. غنينا لو صاحب خوص صاحب. إيه. لو ظل من غير صاحب. وغنينا مرتي اللي مبكت. إيه. وغنينا حايرة. الله. وغنينا يا العفتني. الله. وغنينا بس الليل عينني العيون. إيه. وغنينا يا ليل. هذني من كل اغنيه اخذنا مقطع صغير حتى يكفي يعني. هسه احنا قبل لا نسمع ايضا عندنا كوكتيل لاخر مروان، وعندي عمل جديد ان شاء الله عن راح ينزل قناه. زين انا شريد منك برنامجنا بصراحه. نعم. وشريد منك برنامجنا فتي يعني بعده جديد. نعم. نريد في شيء حصره له يعني، ما مغني. بس مرة سمعت منك شعر، يمكن العلي نجيم ما أعرف المين الشاعر، لحنته بالبيت ما يعني تدري شنو، ظل طابع بالباكر هنا. لا أنا هسه مو أنت تريد حصريا، لأن إحنا عندنا عمل جديد سجلناه قناة. يغلى علينا استاذ صباح؟ لا مو شغل يغلى علينا يعني، هذا يعتبر حقوق. إيه حقوق. نشوفك. لا أستاذ إحنا ما نريد نحرجك، ما نريد نحرجك، نريد نسمع حايرة. والله يا ريت تخلصوني من هاي الاغنيه.
لا ليش؟ يا ريت تخلصوني منها. مو مان هي دائما حايره. خرب بيت الله. بس اللي لعينني انا هاي امشي واردد بيها. لا غنيني. خلنا نغني لكم. يلا خلنا نغني لكم. عدوني ليش ذا بورا؟ مو احنا شنو؟ هذه الاغاني مو احنا اغاني هيك حافظيها ونحن إيه حتى نردد وياك. وايد ناس يطالبوني يقولون يعني ما عندك بس هذه الاغاني. لا مو احنا اضافه لان وايد ناس غنوها. يعني غنوا اكثر من يعني بس انت تبقى الاصل. الله يخليك الله يخليك بس ما يخالف نسمع فد شيء. نسمع على قد دموعي اني كفيل بقصتي وانا اعرف بموضوعي وليش بقضية الناس محتارة هذا طريقي وانا مختارة اني البكيت الوحدي وانا الانش في دموعي ما ينفعي وياي الحكي شفيد لي حاكيني الناس تمشي ويا الفرح وانا ويا المبكيني وليش بقضية الناس محتارة هذا طريقي وانا مختارة انا البكيت الوحدي وانا الانش في دموعي عليك وان شاء الله دموعك ما تنزل بس على الاعزاز الله يسلمك هذه حتى لا ينغبن شاعرها الشاعر الكبير المرحوم كاظم اسماعيل قاطع الله تحياتنا للجبل الله يرحمه يغني الهرم الله يسلمك الله يسلمك في امان كثري لي من هاي عجبتني حبيت شو تحبين تسالي استاذ صباح احب اساله انه شفت هو اول ما دخل علينا يعني شلون هيك حاضن العود هسه من دي غني حاضن العود هو قاعد اخذ العلاقه تحبه يا العود ايه شنو هاي العلاقه انت والعود هيك متمسك بيها هذا العود سلاحي بالمعركه الله حلو وصف جميل حبيت شلون انت شنو سلاحك بالمعركه انت شنو انت فرق العيون كل شيء ماشي بالاونه الاخيره ظهرت اصوات شابه كثيره فنانين ما كفت فنان حسيت انه شبابك يعني تحس شبابك فيه تحس فيه هذا صباح الخياط شباب من اللي طلعوا هسه ايه؟ انه اللي اكو خلف هسه اللي جاي يطلعون قبلهم اللي ورا جيلك لا هم يعني. هم يعني بصراحه عندنا شباب حلوين واصوات حلوه وكذا وانا حتى لو اكو صوت يشبه صوتي او يقلل صوتي ما اشجعه بصراحه ما اشجعه انا اريده هو يبدع يعني هو صباح يعني واحد ما يصير احنا ليش 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 نسميه ابداع يعني يعني انت ابداع على مود انه متقدم فشيء خاص بيك يصيدك لك بصمه يعني تترك هسه احنا نسمع المطربين اللي سبقونا نسمع فلان وفلان وفلان كل واحد سمعه تقول هذا فلان ناخذ منه شيء حلو بس ما نقدم اي بس هسه الحاله لا يعني صار كبر صار سياح وبيض ما يصير اي يعني ما يصير يعني هم اكو عندهم اصوات حلوه يعني اكو اصوات حلوه بس هم المشكله واحد متاثر بالاخ صح. لا والاغنيه تحسها ما ادري شنو لم نفس الموزع نفس الملحن نفس الاستوديو نفس الهاي حتى نفس الكوافير اللي يسوي لهم الشعر قاعدين شلون منين يجيبون ملحنين وموزعين ليش ماكو ملحنين هم كم واحد ينعدون على قد الاصابع لا عندنا ملحنين ما شاء الله خير لا يعني قصدي البارزين عندنا شعراء وعندنا ملحنين ما اللي بارزين اللي بارزين على الساحه ماني اليوم مثلا اريد ابرز بس لحظه وقف اروح ثواني سلم لي عليها وقلها هسه اجي كان خت تتحضر وجنبز الامور هسه جايها يلا خوش هاش اني عجام كسه جايتنا رقم نسو هاي عتها جي كلاس تموت شو اسمها جي كلاس لامبورغيني لامبورغيني هذا الحكي وبسحب طف عليهم ما عندهم فلوس سحب قاطعنا الاستاذ والاستاذ ده يحكي صباح اسف بس وحده ما اقول لك مو مره طلقات موجه حبتني الله احبت المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الكاميرات قصير وين المخرج صور الكاميرات استر يا رب شكو في التصوير شكو شمباك جابوا لي عصير قوم بس تتعرف هذا منو استاذ صباح الخياط ورسان حداد اعلام امون على راسي شمباك هسه كيش ما طاني شو طاني يما هذا رجلها ها هذا رجلها الدزه في الرقم
رجلها؟ اخواتها ايش من ريني؟ شنو رجلها؟ رجلها اخواتها؟ رقم رقم جابوا رقم من زمان ايش رقم؟ كل شيء ما عندي كل شيء ما عندي انا مو مالتي هاي شنو استاذ صباح؟ هذا رقم شنو هذا؟ ما ادري شنو؟ مال استاذ صباح شنو مالي؟ رقم مخدرات حبيبي مخدرات مالي مخدرات ايش رقم؟ مال دروب بابا شنو؟ ايش من ريني؟ انت وقفوا وقفوا بس وقفوا شنو جيبي ما عندي بنزين ما عندي كفيلك كفيلك هذا المبرد شنو المنطيتين مال منذني ها يا رسلان يا رسلان تعال 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 بس مو على تعال ابو الالبان با حق نادي بس لحظه هو قال لا احنا مالك انت شنو انت منو انت منو منو انا انت منو بس با عليك شلون على المكان منو انت تعلمني منو هي شنو هي شنو كفيلك العباس تبون نقلك اليثرب اوف هاي سوالف بالحسين نقلك اليثرب انت جاي تسوي دخل اخي مالاتك انت رحتك تستثمرها بس حبيبي احكي وياك مالاتك بعد عنك احنا السلطه الرابعه احنا الاعلام لا تعلي صوتك لاني مالات السلطه الرابعه هاي مالات السلطه الرابعه طبعا متاكد انت ايش عندك هسه شنو عندك امر هذا اني مالتك انت مو تشوفون امانه على عود فنانة وهنا امانه على عود سوالف هاي زحف هاي قلوا لي بين اقول لك احنا نسوي على العالم لا علي احكي وياك ذني مالتك لا مو انت طبعا مال من نادي نادي مال من هاي المخدرات خابر تدري على اليمن زين انتم شنو نشوف دقيقه مو مخدرات انتم شنو انتم انتم شنو انتم وين لقيتوها مخدرات مال من مالتك عزيزي عزيزي اول مره انت شنو عزيزي وين لقيتها حبيبي احنا دوله هاي دوله شنو اعطيني ايش عندك عندك تثبت لي انت دوله ما يحتاج اثبت لك بس ناخذكم اثبت وين تاخذ شنو تاخذنا احنا ناس فنانين هذا هذا حواجبك الهشاش مال كباب تعال برا كلكم برا بابا لا تعال برا تعال برا السلطه الرابعه احنا السلطه فتش تفضل وياي وهذا يلا 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 تفضل وياي فصل الكمبار مال بيتي مو جاي بني مالات لا برا بني مالات بكل احترام انا هسه ادري شباعكم انت طالع هسه تدري حق رسول الله انت شنو شميت؟ شكرا هذا الله شوفوه انا باعكم هسه نوا فصم انتم فصم كلكم فصم انت مفصوم نوا انت مفصوم شو معرفك بيهم؟ شو معرفك تاخذون نواشف جرة جرة تأكد ولي ما بس بس دقيقة خلني هذا السنجل لاب تمام من هذا السنجل لاب لاب السنجل مو بالع ما تدري انت بالع والله بالع تجاوز لا تتجاوز اصلا خاك براجدي شنو سوى راجدي شنو سوى راجدي احكي حدي لا تتجاوز راجدي لا تتجاوز يلا يلا صعد صعد شنو سوى مال الحكي هذا ما يصعد تفضل يا استاذ بيناتنا شنو تفضل يا استاذ صباح شنو استاذ صباح ضيفنا عيب تعاملون وياه هيك صباح استاذ صباح متعاطي متعاطي شنو استاذ صباح بكل احترام انتم احترموا نفسكم احترموا نفسكم واذا انتم تقولون احنا سلطه اثبت لي اثبت لي انت سلطه شنو انت سلطه اثبت انت سلطه باجات ايش عندي باله مال باجات بالفلوس هسه اطبع لك 30 باج قبل انت بابك يلا تفضلوا يانا دوخر روحوا جيبوا غيركم تبع ما انت هاي لونها شميطي خرجون غير لونها شميطي وخر غيركم انا ما معترف بكم شلون انتم فنانين ومخدرات لا عاد اذا انتم فنانين شلون تتهمون شلون تطبع علينا اعطيني الكاميرا اعطيني الكاميرا اعطيني الكاميرا خلنا احكي لك شغله احكي لك شغله صباح اعرفهم شافوا اماني وشافونا هنا جو يسوون فعاليات قدام اماني تفضل وخر تفضل وخر امشي وياي امشي وياي راح اصرخكم مستقيم يلا يلا امددك تمدد شنو يسوون فعاليات رستان شنو بحالي خاف نفخ الشرطه وخر باب يلا وخر حالك باخر شوف حاجك لا بحالك ولا بحاله ما عرفت تليفون تليفون عالم شي بس تعال ليش تخلوني اخابر عليكم هسه ما يرحم ليش ليش اخابر عليكم راح ادق التليفون اخلي انقلكم اليثرب شايف يثرب طالع طالع ما تدري انت عاطي ما ادري ايش الحكي انت ضابط انت ضابط 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 طالع متعاطي ما اخذ بروحه ما اخذ طيب النواشف ويا الريحان كلش طيب والله العظيم ما يروح انا اقول لك ما يروح ما يروح خر خصتك استاذ صباح لا مو رخصتك اخي لا انتم يلا انا بروح ما لا لا حقق وياكم نعرف مالك يا صباح ترى مريض باع حتى يلا 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 امشي قدام امشي قدام امشي قدام خافتوا تجروني امشي قدام اللي بيناتنا العب بس اذا دك تليفون هسه شلون يكتلوكم عض يلا ليك عض يكتلوكم وخر يلا يلا ترى صعد ايش بيها هذا لابس سينك هذا لابس كمبار وخر 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 يا ما عم حد يجر وخر ايه لا مو مش بتموت وخر وخر يا بابا 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 ي
واخر حموته وتموت ماله ترى الطول هذا العود خليه حتى براسه طول العود طول العود خليه يا بل العود غالي يا معود حرام انت تفكر بالعود راح تلومه ولا تبول جايب لنا عود رخيص يا بل دعوفه شو قدامك تخبي الباب شوفك شلون خابر يلا شو قدامك واخر خليه خابر طول تليفون مبين شو خابر طوني هاك ما تحترمون ايش بيكم راح اصل خط تليفون تصلح من نزل ايدك تليفون من نزل ايدك تليفون مني سحبه شنو هي شنو اخر تليفونات وخر راح اموتكم وتموت راح اموت وخر راح اموتكم وتموت ساعتك الرولكس ال 10000 دولار راحت في رجلين خرب يلا ب 25 وخر وخر راح اموتكم وتموت اخ يا 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 انت 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 الاضبط منك ما يحرك لي روح روحوا روحوا شوفوا شوف خلي يجي غيركم باء ما حد يجي شلون مو انت ما صباح خياط شنو ما صار خياط انت تاخذ نواشف شيء ها دقيقه دقيقه خلي خلي تفاهم هو اعترف عليه تفضل دقيقه خلي خلي ما تاكل مخدرات ها مالتي كان ما تفطر شلون عرفت لا على الولد الولد ها ما تطلع لك قال تاخذ تاخذ نواشف لا ليش ما تحكي من البدايه تقول مالتي ليش ما تحكي استحي من نجيب ولد اصدقائي يلا مشيت خلني اقول لك شغله خلني اقول لك شغله باع 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 خلي احكي لك شغله خلي احكي لك شغله ولد اصدقائي دقيقه دقيقه انا احكي ويا الاستاذ ما له علاقه بيكم انتم جزء عندكم واجب وجايين بضمن واجب يا واجب هسه راح اموت وتموت بس انا بس اعطيك فكره يعني ايه؟ الجماعه بطولك ايه؟ من تضرب كله بها بس الاخ هنا انقز شوي حتى ايه؟ تنوشه ما تنوشه اموت تموت اكيد لك تكيت ها يلا حبيبي هسه شوف خليني اقول لك شغله خليني اقول لك شغله يا صندات شجاني على شنو على شنو جاني استاذ هذا الولد اللي اجى اعترف قال انا جاي وياك ويا حضرتك منو الولد هسه اللي جان طاو قال هذا رقم انا سالم ودك تعاركت ايه؟ ابو علي كرد انا ليش هسه اعترفت عليك ايه؟ العود دي العود غالي شفت تصورك استاذ يعني الله يخليك يعني انت جاي لقاء سوى لنا مشكله جيب وياك يعني تتعاطى هنا يمنا انت متهم بالتجاره بالمخدرات اي بس حرام اللي يصير نص طالع تخاف اي بس هاي ثبتت عليك هسه هاي تلبست عليك لا 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 ما ثبتت عليك انت مرسل انا كيفك اخذوا اخذوا هناك سووا له فحص راح تلقوه مو انا ارد احكي وياه شويه ويا تفضل ويانا استاذ بعدين خليك هسه احنا ويا رسلان تفضل ويانا توقفت شغلنا وقفت الدنيا كلها اعطوه كرسي خليك يقعد اعطوه كرسي خلي احكي خلي احكي رغم كل شيء رغم هسه وباعني بس انا هسه جيبوا له مي جيبوا له مي قاعد استاذ شنو جيبوا له مي استاذ صباح مريض خليه يعني يصير انت شنو تفضل يا انا تفضل حتى الماي تقطعه بلا زحمة عليك تفضل يا انا عود هناك نشربك مي لا عيني استاذ صباح استريح استريح استاذ صباح لا لا ما يستريح لا ما يستريح هناك بالمركز يستريح خليه يدي لك هنا حتى الشرب يطلع بسرعه ايش بيك تفضل انت هم بابا مريض مريض تفضل انت هم اشرب استاذ يعني وين تدير اشرب حبيبي اشرب مي يا يلا خلص مي وامشي انا اشرب مي انت متهم تفضل وياي لا دوخري جيب كلبشات دوخري كلبشات شنو وخر كلبشات اريدك ضربه كلبشات قبل اريدك حط ضربه جامعه ضربه جامعه ادر على نفسك والله انا ضابط ترى واذا ضابط تحمل نفسك ضربه جامعه ضربه جامعه ضربه جامعه اسمع صف قلبك صباح الخيار ثاني انا ضهي دنيا بارده هذا البرنامج برعايه شركه سفير الرافدين للمفروشات. انا ما اقول لك شيء لا بس لا لا بس شغله واحده اقول لك لا 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 بس رسلان يعني اقول لك انت هاي المره لعبتها صح لعبتها صح وياي يعني. والسنه تجهل ما اسوي لا هاي سمعي يقول لك قطعت باطول بعد تفقس استاذ صباح المبدع المتالق بارده بارده بلل نفسه بارده وقع لي المي وانا ساعتي راحت برجلين يلا فدوه لا مو خوش هذا دقلاته استرخي استرخي استاذ لا مو يصير هالشكل يعني انت قاعد يصير يسوي يسوي دقلات وين وما سويتوا حلو ليش كلات شفتهم انت وهذا وين تلوحه طق قاعد تضربه هنا وين مرض تضرب ابو تشات تريد وين اضربه وين هو تلوحه اه والله شو تعال خلي حمسك حمس تعال انت بسطه تعال خلي موتك
استاذ صباح ضيف متالق مبديع العوالب رمضان. خليت فيها متالق انت. خليت فيها متالق متالق بس تدري انا يعني بصراحه انا شفتك ضيت ترجف. انا ارجف عليك مو عليهم لان شكيت بالموضوع انا بصراحه يعني شكيت قلت هذا بالله ما اعرف يعني مبيت لك اياها صح. ها مبيت لك اياها صح. اي والله صح. اتغديت بيك هساني صحيح. الله اللي يستر متعشى بي. لا والله أنا, انا 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 قلت يعني اخابر. ها اخابر. اه اي والله. لا ان شاء الله احنا بخير. بس استاذ صباح شنو هذا البرود اللي عندك؟ برود 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 برود. لا مو انا مو شغله برود. اكو واحد يعني هو عصبي بداخله ما يبين عليه. هسه هو جزء عصبي وهذا بس يضحك. انا عكسك يعني. انا عكسك. انا عكسك إن يقول انا اصير عصبي بس ما ابين انا بداخلي. انا لا راسا استاذنا واخونا وابونا واحنا انا كلش احبك تدري. الله يسلمك. ورد عمرك على ليمه بالله. الله يسلمك. الاغاني الزينه طبعا باللقاءات ما يغنيني غنيين بالبيت اغاني يفكر من الاعدام. الله شايف هاي مرات تقول لك هاي حلوه تفك من الاعدام. هو الاغاني مالتك هيجي. الله يسلمك كلك ذوق. استاذ صباح كلمه اخيره لجمهورك ووجه لهم تحيه. بس قبل ما توجه كلمه استاذ احنا بدنا نسلط الضوء على قضيه المخدرات بالمجتمع. إيه؟ لانه كلش انتشرت بصوره مو طبيعيه. نعم. انت شنو تقول؟ ايش تنصح العوائل؟ لا ايش تنصح الشبان؟ يعني هي 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 من اسمها مخدرات يعني. ما يحتاج نصيحه يعني على شبابنا. انت على فنان كبير يعني الشباب او اللي بجينا يقتدون يقتدون يعني طبعا اقول لهم هذا شيء غلط. وشنو اللي فايده بيه وشنو اللي راح تستفاده من وراء هاي الحاله؟ هلاك يعني اكيد مو هالشكل يعني. ما يدري بنفسه شيء يسوي ما يسوي. ايه. فاحنا طبعا ساحب. اكيد ضدها. صاحب المعركه. ايه. استاحك من معركة. غنينا. اطربنا. اطربنا. اطربنا واطربنا. مأتوب مني. اي والله. وساعتي راحت ورسلية. شاعرنا المبدع عادل المحسن تحياتنا إليه. والحاني وغنائي ومن غناها وراي بعد هاي واحد. انت يعني الغني... انت بالطوبه؟ انا بالطوبه. وهاي الاغنيه 1985. الله قبل ما اجي للدنيا يعني. للعلم يعني من كانت تزفرك. اي والله. اي احبه المشاهدين وصلنا الى ختام مشوار حلقه هذا اليوم. نتمنى هاي الحلقه نالت احسانكم ورضاكم. واكيد الاسماء اللي تنذكر والكلام اللي ينذكر احنا ما نقصد باحد ولا نقصد بالاساءه لاي احد، لكن احنا هدفنا الاساسي والاهم والمهم هو اسعادكم ورسم الابتسامه على شفاهكم. احبه المشاهدين نلتقيكم غدا لا ذلك الحين في مال الله. جنبوز الامور. شو جنبوز انت بقيت لي شي احكي؟ مع السلامه.
مجموعة ألوان وموديلات مختلفة من فرشات الزواج وتشكيلة رائعة من الستائر الشامو، بالإضافة للمجموعة الرائعة أيضا من الديباجات واللحافات والبطانيات. وأيضا يوجد لدينا ملتزمات منزلية وأجهزة كهربائية وزجاجيات، كل هذا موجود في شركة سفير الرافدين. العنوان: البصرة العشار، شارع الذاكرة، مقابل علاوي الحديد.